عسلامة ومرحبا بكم مع أمولة. اليوم شنو نعملوا؟ شوفلة ولا بروكلو في الفور بطريقة مزيانة برشا وبنينة مع صوص زهدة ولا أروع. دونك خذيتوني معناها كمية قلوا احنا راس بروكلو نظفته وتبيعه وطيبته في الكركم، سمحوني في شوية رند وشوية معناها ثوم، بطبيعة الحال زوز تقريبا سنون ثوم، خرجته بتبيعة خليته هوني يتسقطر وخذيت كعبتين عظم، شوية نعناع، هوني شوية زيت باش نحضر الصوص متاعي اللي باش نستعمل للبروكلو، هوني شويه فلفل، انا الفلفل الحقيقه مش حلو هذا مش الحار، عندي هوني شويه فلفل اكحل، شويه زعتر وكليل وكل، جربوها بنينه 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 برشا، شويه كركم زاده كيف كيف، لفاحات نجم تضيفوا حتى لفاحات اللي انتم تحبوهم، حطيت هوني شويه ملح مش برشا، وهوني بالطبيعه الثوم دونك كيف كيف نجم تحطوا كميه بها من الثوم، بطريقه بنينه برشا للصوص هذه، وزدت هوني مغرفه كبيره معناها فارينة، نخلط الصوص متاعي الكل بالباهي، ناخذ الطبق متاعي متاع الفور، الفور يزم يكون على 180 درجة من قبل، معناها يكون معناها كيما نقولوا احنا سخون من قبل الفور، دونك باش نحط توا الكعيبات متاعي وناخذ بابي كويسون، ناخذ الطبق بالكعيبة بالكعيبة ونحط على الطبق متاعي، بنين 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 برشا سيتو الطريقة هذيا متاع الصوص، والأهم أنها صحية من غير زيوت ومن غير قليان، هذيا أنا الحقيقة نحبها برشا، نكمل هوني الكمية متاعي الكل متاع معناها البروكلو. وبعد باش ندخلوا للفور وتو تشوفوا باش نحضروا مع بعضنا صوص والا مايونيز زاده كيف كيف صحي وبنين برشا من غير اعظم زاده كيف كيف، ان شاء الله انتم يعجبكم ونتمنى انتم زاد تطلعوا الفيديو باش الناس الكل هكا تستفيد. الطبق نتاعي هوني حاضر، يلا سي بارتي للفور 180 درجه بطبيعه الحال، هوني تقريبا 20 دقيقه اقل حتى خاطر البروكلو نتاعنا طيب. هوني عندي كيس حليب يكون بارد يعني خرجته من الكونجيلاتور، عندي خلوني فرماج مثلث حطيت تقريبا زوز، هوني في معناها الكركم يا سامحوني يا فلفل اكحل نعناع، وحطيت هوني شويه ثوم زاد كيف كيف، الملح زاد كيف كيف اختي معناها حسب الذوق بتبيعي، يعني نحط الحاجات اللي معناها مستنسى بهم وانتم بعد كيف ما تحبوا. هوني حطيت 10 قارص، نحط الباتور نتاعي ما نهزش يدي، نخلي معناها الباتور نتاعي هكا لوطه ما نهزش يدي حتى لين نحس بدا بشويه بشويه، وقتها باش نبدا نضيف الزيت. انا باش نستعمل الحقيقه شويه زيت زيتونه تقريبا 50 مليلتر، نقعد نضيف بشويه الزيت حتى لين تطلع الصوص نتاعي. اكيد الصوص يعني مش باش تكون كيما نستعملوا البيض، لكن طريقه صحيه وبنينه برشا زاده كيف كيف. ونبدا توا بشويه بشويه نهز يدي على الباتور نتاعي باش تعطيني هكا التكستور اللي انا نحبها نتاع المايونيز نتاعي. هوني شوفوا ضفت زاده شويه زيت خاطر حبيت الزيت تكون عاقده اكثر شويه، بنين برشا تستعملوه حتى للي ساندويتش كيف ما تحبوا. يعني شاركت معاكم برشا انواع نتاع ديصوص معناها معناها مايونيز بالعظم من غير، وهذه من بارمي لي صوص اللي انا نحبها. هو هوني قدامكم حطيت هوني في اللي بتي معني هذوما في الصحيفات الصغيرات، ما تقعدش برشا الحقيقه نهارين ثلاثه ايام وهكا تستعملوهم. هوني شوف لوغ نتاعنا حضر بنين على الاخر صدقوني مع الصوص حاجه روعه، ان شاء الله انتم تعجبكم الغوسيت وتجربوها زاده كيف كيف بوركو با حاجه بنينه، والاهم انها صحيه وهكا في نفس الوقت شاركت معاكم صوص بنينه برشا. نحبكم برشا الناس الكل، شكرا للناس اللي يحبوني ديما قاعدين يتبعوا فيا، كل ما نهبط فيديو نلقى لي كومونتير نتاعهم، ونتمنى زيدا الناس الكل اللي يدخل الكونت زيدا ما فيها باس هكا يعمل طلب وتعجبه.